وضع الضمان الاجتماعي في وقت سابق لمساعدة المحتاجين وتسهيل احتياجاتهم اليومية لينعموا بحياة رغيدة مليئة بالاستقرار المادي والمعنوي، ولكن يبدو بأن هناك من يستغل هذا الضمان الاجتماعي وهو غير محتاج له، حارما بذلك المحتاجين وآخذا حقا ليس له. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت بملاحقة هؤلاء المحتالين لتوقف خدماتهم وتضع حدا لاحتيالهم، ولكن كيف ستطبق الوزارة هذه العقوبات وكيف ستلاحق هؤلاء المحتالين؟ كل هذا وأكثر بعد هذا التقرير. صرح المتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة شكلت فريقا لحصر الأشخاص الذين استلموا إعانات الرعاية والضمان الاجتماعي رغم عدم استحقاقهم لها، وأوضح أن الفريق يتكون من قانونيين ومحاسبين لحصر تلك المبالغ واستردادها عبر الطرق النظامية، لافتا إلى أن الأشخاص المتهمين ستتوقف الخدمات عنهم حتى تكتمل تصفية تلك المبالغ واستعادتها. وأشار أيضا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تأكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من عدم استحقاق المتهمين لتلك المبالغ من خلال البيانات الموجودة لديها. فهل ستصدر الوزارة بحق المتهمين عقوبات رادعة أم ستكتفي بإيقاف الخدمات عنهم؟ لبرنامج سود الإخبارية، عمر الجراد، الرياض. معنا في هذا الموضوع كلا من الأستاذ أحمد المساند وهو كاتب صحفي. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك. أيضا معنا من جدة عبر الأقمار الصناعية ريان مفتي وهو محامي ومستشار قانوني. مرحبا بك أستاذ ريان. أيضا معنا من أبها الأستاذ يحيى جابر وهو كاتب صحفي. مرحبا بك أستاذ يحيى. أهلا بك. الله يحفظك. نبدأ معك أستاذ أحمد، بشكل عام تعليقك على الخبر، خبر الضمان الاجتماعي ووزارة الشؤون الاجتماعية في ملاحقة المحتالين. هو دعنا بداية نشيد في الضمان أو الوزارة في ملاحقتها لهذا الأمر، لأنه هذا نوع من محاربة الفساد، ولكن أعتقد أن الخبر يحتاج إلى كثير من المعلومات. لابد أن يوضح على أي أساس يعني منعوا هؤلاء، وش كانت طرق التحايل، ومن هو المستحق للضمان. أنا كقارئ يعني تفقدني كثير من المعلومات المتعلقة بهذا الأمر. أنت اتخذت خطوة حاولت أنك تحارب فيها الفساد، لكنك لم تبرر لي على أي أساس اعتمدت، ما هو الحد الأدنى أو ما هي الشروط التي أنت اعتمدتها، وما هو السر في مسألة تلاعبهم السنوات الماضية. هل كان هناك نوع من التواطؤ من الموظفين أو عدم علم؟ ما هو الجديد؟ كيف تم اكتشافهم؟ أنا أعتقد أن الخبر مثل هذا جدا مهم، وهو خصوصا أنه يتعلق مع الطبقة يعني ربما الطبقة نقدر نقول الفقيرة، فالمسألة تحتاج كثير من الإيضاح. ما هو خط الفقر الذي يعتمد؟ كثير من المعايير أنا أعتقد هذه تحتاج إلى كثير من يعني لابد أنها تطرح بشكل واضح وتثري القارئ وكذلك الأشخاص الآخرين اللي ربما يشعرون أنهم مظلومين. طيب يعني خبر مثل هذا وانت الحين تفترض مثلا افتراضات او تطرح تساؤلات، خلينا نضع افتراضات. يعني هل نقدر نقول ان جزء من المحتالين هو بالفعل مثلا محتاج الى هذا المبلغ لكنه اضطر الى التحايل؟ احنا لا نستطيع ان نتخرص ولا نستطيع ان نتنبأ بما لا نعرف، ولكن طبيعي انه يكون هناك في تلاعب. طبيعي أن يكون، هل التلاعب كان من مثلا أشخاص نافذين، أشخاص يعملون في الوزارة يغطون على أقارب لهم، أو أشخاص من خارج أو وتفر، يعني نبغى نفهم كيف تم تلاعب السابق، كيف تم الاكتشاف، على أي ما هو يعني من هم الأشخاص الذين يستحقون، هل هناك حد أدنى من الرواتب؟ يعني هالمعلومات هذه ضروري أنها وإن كانت معروفة بالنسبة لهم، ولكن ضروري أنها تصاحب الخبر، بحيث أنه أنت في النهاية تخاطب جمهور، لابد أنك تقنعه، لابد أنك تطرح أسبابك، فضروري أنها تكون حاضرة في الخبر اللي ينشر. نعم، أنتقل لك أستاذ يحيى جابر. يعني إذا ما أردنا أن نعلق على الخبر بشكل عام ونأخذ في الاعتبار ما ذهب إليه أيضا الأستاذ أحمد في تحليل أو الاستفسار عن بعض النقاط، ما تعليقك؟ أول شيء أرحبك يا دكتور، الله يجازيك خير. الأمر الآخر
بالنسبة لهذا الخبر طبعا هو خبر مهم جدا فيما يخص الضمان الاجتماعي، لأن الضمان الاجتماعي يهم شريحة كبيرة جدا من الفقراء والمساكين. والضمان الاجتماعي من فترة طويلة في الزمن وهو عليه علامة استفهام كبيرة جدا فيما يخص شروطه وأنظمته وكيف يصل للناس وقوانينها التي يتم اختراقها من قبل بعض المواطنين أو الأشخاص الذين ينتفعون من هذا الضمان على حساب أسر فقيرة وأسر محتاجة. والبعض يتفاخر أيضا بهذا الشيء بأنه يتلقى ضمان اجتماعي بالرغم من أن حالته جيدة. القوانين والأنظمة التي كانت معمول بها في السابق، الآن الوزارة تؤكد في بيانها أنها اكتشفت من أن هناك الكثير ممن حصلوا على الضمان الاجتماعي وهم لا يستحقونه. إذن هي تعترف ضمنا وبطريقة أخرى أن لديها قصور كبير سابق في مسألة الأنظمة واللوائح التي كانت تعمل بها، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات التي استطاع هؤلاء المتطفلين الدخول على الضمان الاجتماعي والاستفادة من أموال لا يستحقونها، وهي في وجهة نظري أنها جريمة قانونية أخلاقية دينية ارتكب هؤلاء الذين أقدموا على هذا العمل. بالنسبة للوزارة الآن هي تصحح أخطاء سابقة، لكن نريد من الوزارة أيضا من وجهة نظري أنا الخاصة أن الضمان الاجتماعي أيضا غامض إلى الآن بما يخص المواطنين، والدولة حفظها الله ورعاها تقدم خدمة كبيرة جدا لهؤلاء المواطنين. إذن لابد على الوزارة أنها تبين، بما أنها اتخذت إجراءات سليمة جيدة، أنها تبين كافة الشروط والأنظمة واللوائح وتصل لكل الناس، بدلا من أن يصلهم المحتاج يصبح أن الوزارة. نعم استاذ يحيى، يعني نقطة مهمة تحدثت عنها في هذا الجانب تخص قضية الغموض، قلت أن النظام مثلا غامض على وزارة العمل يعني أن تفصح عنه، يعني وش قصدت بالنقطة هذه؟ طبعا لو أتينا للشروط، شروط الضمان الاجتماعي إضافة إلى اللوائح التي كانت معمول لها، كيف استطاع هؤلاء المتطفلين المواطنين أو غيرهم من الدخول والاستفادة من هذه الإعانة التي ليس لهم حق فيها؟ هم مواطنين لديهم رواتب لديهم ولا يحتاجون، وهذا كيف استطاع أنهم يخترقوا هذا النظام؟ إذن هناك غموض كبير جدا في اللائحة أو مطاطي اللوائح والأنظمة والقوانين. إذن استطاع هؤلاء المواطنين التغلغل أو الاستفادة من هذه الثغرات القانونية أو الإهمال من قبل الموظفين، أيضا نريد محاسبة لمن وضع هذا النظام القديم واستطاع هؤلاء المواطنين الاستفادة من هذه، أو محاسبة للموظفين أو المسؤولين الذين تورطوا في هذه الأمور. لكن مما يبدو لي أن هناك تقدم إن شاء الله تعالى في هذا العمل، والدليل أن الوزارة كانت صريحة وواضحة في هذا الشيء. نعم أستاذ أحمد، يعني إذا جينا نتكلم عن القضية بشكل عام، هل يعني زاد تفاقمها عدم الإفصاح بالفعل عن الإشكالية عن الثغرات وأيضا عن المتسببين، يعني في حال وجودهم حتى من داخل الوزارة؟ والله أنا أعتقد خير من يفتي في هذه الأمور أصحاب أشخاص من حقين الوزارة، على اعتبار أن هذا الأمر متعلق فيهم ولا نستطيع أن يعني نتحدث بالنيابة عنهم. هل الأمر تفاقم؟ هل ازداد؟ ما الجديد في هذا الأمر؟ هل هذا الأمر جزء من مسألة ما يسمى بترشيد الإنفاق، أو مثلا نوع من الحد من الصرف السابق باعتبار أنه كان إلى حد ما بشكل غير دقيق أو كذا؟ أنا أعتقد هذه كل التساؤلات خير من يفتي فيها المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، يحتاج أنه يوضح. لابد أنه يعني أنتوا يعطيكم العافية، كثر خيركم ما قصرتوا في مسألة الملاحقة. لابد أنه مسألة الملاحقة يندرج ضمنها معلومات أخرى، فأنت لما تبغى تأخذ مثلا أوكي الناس بيشيدون على هذا الأمر وبيقولون شكرا لكم، بس نبغى نفهم وش اللي صاير قبل وش اللي صار الآن وش السر في التوقيت الحالي وكم الأعداد اللي كانت متلاعب. التفاصيل كلها يعني لا يمكن أن نكتفي مثلا بتغريدة أو بخبر منشط فقط دون
تفاصيل تهم الكل. هذا أمر أعتقد أنه لا يمكن أن يمر هكذا، لابد أن يكون هناك تفاصيل. طيب لو تتبعنا أن واقع القضية، هل نستطيع أن نقول أنها في الفترة التي كان الاعتماد فيها على الجانب الورقي أثرت على المتابعة والملاحقة؟ ربما يعني في النهاية بس، ولكن إذا كان هناك أعداد كبيرة لا يمكن يعني يعزى السبب فقط للجانب الورقي. يعني في النهاية ممكن تتقبل حالة حالتين لكن ما تتقبل حالات كثيرة. هذا أمر. الأمر الأهم ايضا يعني نبغى نفهم كم المبالغ اللي هل هناك مثلا عدد من الموظفين الحكوميين باعتبار انه اشخاص منهم مثلا تكون رواتبهم متدنيه، هل يعني نبغى نفهم من هؤلاء اللي كانوا يتلاعبون، هل هو تلاعب فعليا هم فقراء فاضطروا للتلاعب او هم ناس عندهم دخل ولكن جشع وطمع وقله مثلا وازع ديني واخلاقي. نبغى نفهم يعني هذه كلها. انا اقول ان نتمنى من اشخاص موجودين في الوزاره انهم يوضحون هذا الامر. طيب لكن أنا لو جينا وطرحنا تساؤل مثل هذا، عامة سلوك الاحتيال مثل هذا يعني مثل هذا النوع من التحايل، ما الذي يعني ما هو الدافع الاجتماعي الذي يلجأ أو يدفع صاحبه إلى اللجوء لهذا التصرف؟ أكثر من سبب يعني، لا ما يمكن نختزل الأسباب في جانب معين. في النهاية في أشخاص قد يكون بوضعهم المادي جيد ولكن نوع من الجشع، في أشخاص ربما أنه والله وجد ثغرات أو يجد آخرين يستطيعون يسهلون الأمر، فواينات يكون له عنده دخل إضافي 1000-2000 أو 3000 أو ما أدري كم المبلغ المحدد. ولكن الأسباب كثيرة، أيضا تحتاج دراسة من الأشخاص، لأنه أنك أشخاص كجمهور كمتابعين لهذا الأمر ما عندنا التفاصيل. هم في الميدان يعرفوا كثير من الحالات، يعرفوا تفاصيلهم، يعرفون كيف كانت الأمور تصير في السابق وكيف تمت الآن، فأتمنى منهم الإيضاح. احنا ينضم إلينا الآن ضيفنا الكريم من جدة وهو الأستاذ ريان مفتي، محامي ومستشار قانوني. مرحبا بك أستاذ ريان. أستاذ ريان مفتي محامي ومستشار قانوني ينضم معنا من جدة. مرحبا بك أستاذ ريان. نعم أستاذ ريان، في البداية مرحبا بك، وسؤالي لك يعني تفاصيل الخبر حول قضية وزارة الشؤون الاجتماعية مع المحتالين وملاحقتهم، وش تعليقك عليها من الناحية القانونية؟ طبعا ما في شك انه هذا يعتبر اختراق، يعتبر تعدي على المستحقين اللي هو من المفترض كانوا يستفيدوا من هذه الضمانات، ويعتبر ايضا استيلاء من البعض اللي هو يعتقد انه هو بهذه الطريقه لي حق مالي امام الدوله وهو لا يستحق هذه المبالغ، وهو يعلم تماما انه هذه المبالغ المفترض ان هي تصرف لاصحاب الدخول البسيطه او الضعفاء من اصحاب الدخول. فبالتالي انه لائحة الضمان الاجتماعي حددت انه في حال ثبت او في حال وجود اشخاص غير مستحقين لهذه الضمانات او هذه المبالغ، يحق لها باثر رجعي ملاحقتهم ومطالبتهم بكامل هذه المبالغ، وحذكرت ذلك في المادة 14 من اللائحة. حتى لو كان هنالك ايضا بيكون شق جنائي في حال انهم هم قاموا بالتزوير او التدليس او التواطؤ مع مدخل البيانات في نفس الوزارة للحصول على هذه الضمانات. نعم، احنا معنا الآن مداخلة هاتفية من المهندس ماجد العصيمي وهو مستشار وزير العمل والمشرف العام على التنمية الاجتماعية. مرحبا بك مهندس ماجد. أهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. يا مرحبا مهندس ماجد، يعني مجموعة من التساؤلات تطرح نفسها في هذه القضية، إذا ما أردنا أن نأخذ تفاصيل أوسع حول قضية آلية ملاحقة المحتالين، أيضا ما هي العقوبات المترتبة على احتيالهم؟ طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا حتى أوضح بشكل أفضل، النظام الضمان الاجتماعي نص على عدد من الشرائح اللي هم المفترض اللي يستفيدون من هذا النظام ومن الدعم الحكومي اللي يقدم لهذه الفئات في المجتمع، وهناك آليات وبرامج بحث سواء كانت بحث اجتماعي ميداني أو أيضا بحث إلكتروني من خلال الربط مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية للتأكد من معلوماتها المتقدمين. من يثبت أنه تقدم بمعلومات خاطئة أو حاول أنه يتحايل على هذا النظام يتم هنا التعامل معه قانونيا ومتابعتهم بشكل نظامي حتى يتم استرداد كل المبالغ. في الفترة الماضية تم تطوير أنظمة البحث، تم تطوير نظام البحث الإلكتروني بشكل خاص، تم الربط مع أكثر من 15 مزود البيانات في المملكة مع جهات حكومية وجهات شبه حكومية،
لتسهم بالفعل هذه الأسر الموجودة في الضمان الاجتماعي هي الأسر التي بالفعل تحتاج إلى دعم حكومي مادي. مع هذا الرابط ظهرت كثير من الـ من الـ من الأسر ممن يمتلكون مثلا الأصول العقارية أو رؤوس أموال كبيرة أو يمتلكون شركات أو شيء من القبيل، وهؤلاء بدون شك هم المفترض ما هم مستفيدين من الضمان الاجتماعي. مثل هالحالات تم إسقاطها بشكل مباشر من الضمان، وللتأكد أنه بالفعل المعلومات دقيقة سمح لهذه الأسر تعترض على القرار وتتقدم للوزارة لإثبات عدم دقة البيانات وتعاد بشكل مباشر للضمان. في حالات ثبت بالفعل هم حاولوا أن يحتالوا على الوزارة، وهذه الحالات تم رفعها بشكل رسمي ويتم ملاحقتهم قانونيا، عدد منهم أعادوا هالمبالغ وهناك آخرين يتم متابعتهم قانونيا. طيب يعني مهندس ماجد، احنا نبغى نقفل قضية واحدة، هي قضية ان من تم يعني المحتالين هذولي هم يعني بأي حال من الأحوال غير مستحقين لما أخذوه، يعني تحت قضية بند الفقر أو قضية أنهم محتاجين، ثبت لديكم أنهم غير محتاجين، هذه نقطة يجب أن نوضحها من قبلكم، أنت وضحتها، لكن إذا ما أردنا أن نأخذ تفاصيل أوسع حول نسبتهم أعدادهم كم تبلغ؟ هو بالنسبة للنسب والأعداد الوزارة أعلنت في كل عملية ربط أعلنت الأعداد في حينها، يعني في رمضان قبل الماضي أعلنت أن تم 307,000 من الضمان الاجتماعي، ولا نتحدث عن 107,000 محتالين، نتكلم عن 107,000 مع تطوير عملية الربط، عدد منهم بالفعل ثبت محاولة احتيال وتجاوز من الأنظمة وتم رفع قضايا عليهم. نعم. وكان أبرزهم كان في الأول يعني الدفعة تم رفع أو تم البدء في المطالبة القانونية لهم، كان عددهم قرابة 120 شخص، عدد كبير منهم عاد المبالغ وعدد آخر يتم الآن. طيب كيف آلية إعادة المبالغ؟ يعني في حال من يتعنت ولا يعيد المبلغ، ما الإجراء المتخذ ضده؟ بالنسبة للحالات في المرة الأولى يتم التنبيه المستفيد بإعادة المبلغ، يتم توجيه إنذار ثاني أيضا مكتوب للمستفيد، في الإنذار الثالث يتم تحويل القضية بشكل كامل للمحاكم والبدء في محاكمته واستعادة المبالغ منه. طيب عندنا ضيف هنا يبغى يسألك يا أستاذ ماجد أو عفوا مهندس ماجد، تفضل أحمد. مساء عليك بالخير مهندس ماجد. يا مرحبا، حياك الله. الله يسعدك. حاب نفهم أكثر مسألة الثغرات، يعني إن اللي فهمناه من حديثك أنه كان هناك يعني نوع من القصور التقني، فلما كان في ربط حكومي مع الجهات الخاصة حد إلى حد ما من مسألة التلاعب، هل نفهم أنه الثغرات في السابق كانت بس إشكاليتها تقنية، أو أنه كان هناك نوع مثلا من الفساد الإداري، نوع من الثغرات الداخلية، وش اللي كان في السابق يعني، أو كم نسبة أيضا كم نسبة اللي يعني كانوا يأخذون بوجه غير حق، على مدى كم سنة كم كانوا يأخذون يعني؟ هو حقيقة الموضوع له تفاصيل، بمعنى في جوانب تشريعية وخرجت قرارات إدارية العام الماضي، على سبيل المثال موضوع الضبط الإقامة خارج المملكة وعدم السماح للي يقيم خارج المملكة 90 يوم من يفصل عن الضمان الاجتماعي، أيضا موضوع التأشيرات وتقنين موضوع التأشيرات، لا يعقل أنه شخص في الضمان الاجتماعي ولديه مثلا 20 عام. هذه من الأشياء اللي كانت الأشياء التشريعية وصدر فيها قرارات إدارية في تعديل اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي. هناك أيضا أمور معلوماتية مثل ذكرت، قلة المعلومات الموجودة بدون أدنى شك كانت من أحد أسباب وجود هذه الأعداد الكبيرة. بعد الربط اللي تم مع الجهات الحكومية أصبحت المعلومة متوفرة للحكم على الشخص أنه مستفيد وغير مستفيد. أما فيما يخص وجود الفساد المباشر لدى بعض الموظفين، العام الماضي أيضا أعلنت الوزارة وخرج بيان صحفي وتم تحويل 36 موظف لهيئة التحقيق والادعاء العام، ووفروا وهم الآن الموضوع بالكامل عند الهيئة للتحقيق بالفعل في شبهة الفساد في مثل هؤلاء. نعم، شكرا جزيلا لك المهندس ماجد العصيمي مستشار وزير العمل والمشرف العام على التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا على مداخلتك. وأعود لك أستاذ يحيى ضيفي الكريم من أبها. أستاذ يحيى، تعليقك على ما ذهب إليه الأستاذ ماجد من تفاصيل حول هذه القضية. طبعا الوزارة أعلنت ما لديها من إجراءات، وهي يبدو أنها ماضية في عمل جيد، والدليل ما أعلنت
أي وزارة ترغب في العمل أكيد أنها بيكون لديها برامج وأنشطة، لكن أنا بالنسبة لي أرى أن المحتاج للضمان الاجتماعي يجب أن ترتقي الوزارة إلى درجة أن تصله في منزله، يجب أن تعمل على تطبيقات، إيجاد تطبيقات في البرامج، وتحدد من هو المستفيد وتصله إلى منزله دون عناء. فيهم كثير من الكبار في السن يعني المحتاجين الذين لا يستطيعون المضي والوصول إلى المراكز أو المواقع الإلكترونية للتسجيل وكذا. الأمر الآخر، هناك مساعدات كثيرة واستحقاقات للمستفيد في الضمان الاجتماعي، كثير من الأشياء والحقوق التي لا يعرفها المستفيد، كثير من الحقوق الخاصة به التي لا يعرفها يجب أن توضح له وأن نخدمه ونصل إلى منزله، وتصله المساعدات مباشرة في حسابه دون أن يذهب هذا المستفيد ويتعنى عناء السفر أو المضي أو قد لا يجد من يخدمه إلى الوصول إلى الضمان الاجتماعي لإعداد معاملة للمساعدات التي تخصه. كثير من الشكاوى الآن تحدث فيما يخص المساعدات، هل هي توقفت، لماذا تعطلت، يعني في منطقة عسير كثير من الشكاوى تصلنا بخصوص المساعدات وعدم صرفها للمستحقين. كثير من الأشياء التي تخص الضمان الاجتماعي والشروط والاستحقاقات التي لا يعرف عنها شيء المستفيد، لا بد أن نوضحها ونعمل حملة توعوية كبيرة جدا وبشكل واضح وواسع، نبين لهذا المستفيد ما هي حقوقه بالضبط وبكل سهولة، وأن نصله كما قلت في السابق أن نصله إلى المنزل، لا يجب أن نتعبه وأن نرهقه بعناء السفر والتعب أو المشاوير أو كذا إلى وأن يذهب إلى الإدارات ويمضي وقت واسع بالساعات حتى ينهي معاملته. نعم، أنتقل بالسؤال لك أستاذ ريان. أستاذ ريان، يعني إذا كان في المنصوص بالفعل في النظام أن هؤلاء المحتالين يجب أن يعيدوا الأموال التي أخذوها بغير وجه حق، لماذا كان يعني استمر هؤلاء المحتالين فترة طويلة؟ هل لم يطبق النظام عليهم في فترة سابقة؟ قد يكون أنهم هم يعني وجدوا أن هنالك الأمر بسيط بالنسبة لهم أو أمنوا العقاب، فوجدوا أنه ما يعني استمرارية وجود هذا المال أو دخول هذا المال لهم، عدم وجود رقابة، عدم وجود نظام واضح بالنسبة لهم كعقوبة في حال تم اكتشافهم، استسهلوا هذه الأمور وجعلوا أنه وجدوا أنهم هم نفسهم أنهم هم بيأخذوا هذه الأموال بدون أي وجود أي رقابة. أعتقد أنه بعد دخول الربط الآن اللي حاصل بين الوزارات وبين الإدارات الحكومية، سواء في وزارة التجارة، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الداخلية، أصبح من السهل اكتشاف أي تحركات مالية أو اقتصادية بالنسبة لكل مواطن، ومعرفة الأشخاص اللي هم نقدر نقول المستفيدين من هذا الضمان والأشخاص اللي هم غير مستفيدين من هذا الضمان. للأسف الشديد أن الأرقام اللي ذكرتها وزارة المالية هي أرقام جدا كبيرة، ما هي أرقام جدا بسيطة، ولو جمعت هذه المبالغ نجد أنه أيضا مبالغ جدا كبيرة، يكون هنالك قضايا جدا كثيرة سواء قضايا مالية أو قضايا جنائية، لأنه ما في شك أنه هذا الأمر لم يحصل إلا بتغيير الحقائق وبتزوير مستندات، وقد يكون أيضا هنالك حالات من تواطؤ بعض مدخلي البيانات في نفس الوزارة، وهذا يعتبر أيضا من الوظائف اللي هي تعتبر الجرائم الإدارية اللي هي في الموظف العام، فهنالك شق كبير من الفساد راح يتم التخلص منه ويتم متابعته، وإعطاء هذه الأموال الطائلة اللي هي تم استخراجها أو استحقاقها لغير المستفيدين من الضمانات إلى الأشخاص الحقيقيين والأسر الفعلية المحتاجة لها. نعم، احنا نأخذ معنا مداخلة هاتفية من أحمد رماح وهو باحث اجتماعي. مرحبا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، السلام عليكم. يبدو أن أحمد فصل. تعليقك أستاذ أحمد، يعني وفقا للمعلومات والمعطيات التي ذكرها المهندس ماجد، بالفعل أنا أعتقد أنه مداخلته كانت ثرية، وضحت كيف كانت يعني أو آلية مسألة كيف توصلوا لهؤلاء. أنا
في جزئية أنا أعتقد أنه يعني كلنا ندفع بمسألة الملاحقة والتلاعب، لكن هناك أمر أيضا مطالبة به الوزارة. نحن نعرف أنه الآن نمر في تغيرات اقتصادية، في مسألة أنا أبغى أعرف متى آخر مرة يعني هل معايير الضمان الاجتماعي يعمل لها أبديت بين كل فترة وفترة، بين كل 5 سنوات 3 سنوات، بحيث أنه وارد أنه المجتمع أو كلفة الحياة تغيرت، لا يمكن أن يكتفى بمعايير قديمة وأن تستمر على هذه الحالة. يعني في النهاية أنه قد ما يكون في السابق يمكن قد يكون جزء من المعايير أنه مثلا يكون دخل الشخص مثلا ما أدري يعني بالضبط اللي هم حاطين 2000 3000، لابد أن يسوون لها أبديت، يعني لابد أنها تطور، لابد يشوفون وفقا للمتغيرات الاقتصادية الحالية. يعني شخص دخله مثلا 5000 أو 3000 أو 4000، نعرف أنه كثير بعض المراسلين في الجهات الحكومية هذا دخلهم وقد يعول أسر، فهذا وإن كانت لديه وظيفة قد يحتاج. فيعني إعادة النظر في من يستحق ومن لا يستحق أمر مهم. نحن نعرف الأمر أيضا مهم اللي هي مسألة الضمان الاجتماعي، ما هو مسألة يعني ما هي مفهوم عالمي موجود في كل الدول، حتى في أكثر الدول الرأسمالية، أمريكا وهي أمريكا قائمة على الرأسمالية عندهم مفهوم الرعاية على اعتبار أنه لما يكون دخلك أقل أنت وزوجتك أقل من مثلا 3000 دولار أو 4000 دولار، أنت تستحق إعانة، سواء كانت إعانة يعني مدفوعة بحيث أنك تستطيع أنك يعني تشتري بها حاجيات البيت والأطفال وكذا. يعني لابد أنه يعني نتفهم أنه هذا الأمر مفهوم عالمي، ما هو مقصور في دول مثلا يقال أنها دول ريعية أو كذا أو دول عالم ثالث أو فيها، أو أنه مفهوم الضمان الاجتماعي في جزء من الاتكالية أو عدم، يعني كان نوع ترك الفقير أو كان مساعد يعني نوع من مساعدة الفقير في عدم العمل، أنك لما تعطيه خلاص هو بيكون سلبي ورجل لا يعمل. هذا أمر لا أمر هي محسومة هذه ترى النقطة، يعني ما دفعت المبالغ للمحتاجين من قبل الوزارة إلا ضمن اعتبارات معينة أخذت. الاعتبار الأهم اللي هو لابد أنها تراجع المعايير، هذا اللي أقصده. طيب إحنا الآن معنا أحمد رماح باحث اجتماعي، مرحبا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد رماح باحث اجتماعي معنا، تفضل. مرحبا فيك أستاذ أحمد. يعني أنت ما أدري إذا سمعت تفاصيل الموضوع في هذه الحلقة أو لم تسمعها، عموما المعلومة اللي إحنا نبغاك تعلق عليها، يعني المحتالين ثبت من خلال المعلومات التي أوردها لنا المهندس ماجد العصيمي مستشار وزير العمل، أن المحتالين هم يعني ما عندهم مشاكل مادية لكنهم لجأوا إلى هذا الأسلوب. يعني برأيك هل هناك دوافع أخلاقية، تسيب في القانون؟ نبغى نفسر يعني هذه الظاهرة الاجتماعية. حياكم الله وأرجو المعذرة، أنا ما سمعت ما سبقني الحديث، ولكن حقيقة المحتالين يعني ينقسمون إلى قسمين. هنا محتالين يعني ذوي ثراء فاحش وللأسف شديد يعني نفوسهم أمرتهم أن يأخذوا من الضمان الاجتماعي وأن ينافسوا الأسر الفقيرة. طبعا أنا أؤيد أن هؤلاء المحتالين تؤخذ بحقهم أقسى العقوبات والتشهير والتعزير لكي يكونوا عبرة لغيرهم. طبعا لماذا فعلوا ذلك؟ حقيقة الموضوع له علاقة بالقيم، بالمصداقية، مصداقية الإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال العبد يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس بوجهه مزعة لحم. فربما ناس غير محتاجين للأسف شديد ينافسون المحتاجين، فهي مسألة مصداقية، مسألة قيم، مسألة دين. ديننا يأمرنا أن لا ننافس هؤلاء الفقراء، وأن بالعكس الله سبحانه وتعالى يمدح الذين لا يسألون الناس إلحافا. أما مزاحمة الفقراء، مزاحمة المحتاجين وادعاء الحاجة وهم ليسوا بحاجة، هؤلاء المفروض ما ينتموا لنا كمجتمع، ويجب أن تؤخذ بحقهم أقسى معايير العقوبات. جميل. يعني أستاذ أحمد أنت أشرت إلى نقاط جدا جميلة يعني في هذا الموضوع، لكن يبقى قضية واحدة، هل عامل يعني ضعف مثلا الولاء الوطني، ضعف الوعي العام بأهمية مثل هذه المقدرات عندما تذهب لغير أصحابها، تدخل أيضا في هذا الجانب؟ هي كلها أمور مرتبطة أختي العزيزة. أولا ضعف الوازع الديني، لما الواحد أو سواء المستفيد أو المستفيدة تأمره نفسه بهذا الدنو، دنو الهمة، وللأسف شديد الأخذ وهو ليس بحاجة إلى الأخذ، هذا ميزان الشرع يعني يؤسف عليه، ميزان الشرع محرم.
القيم الوطنية، يعني كيف هذه ثروة وطنية الحكومة أيدها الله تعطيها مخصصة الفقراء أن أزاحم الفقراء، ففي بعد وطني فيه نقص بالوازع الوطني، بالوازع الأخلاقي، بالوازع الاجتماعي، بالولاء لمجتمعي. كيف أنا أحب مجتمعي وأخذ حق لا يجوز لي؟ فكلها مرتبطة هذه. نرجع لموضوع القيم والمصداقية. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد رماح باحث اجتماعي، يعطيك العافية على مداخلتك. وأعود إليك أستاذ يحيى من أبا، يعني أهم نقطة تود أن تضيفها في هذا الملف ما هي قبل أن نغلقه؟ أهم نقطة أريد أن أضيفها أو سبق وطرحتها، أنه المحتاج أو المحتاج للضمان الاجتماعي هو شخص ضعيف مسكين، أيضا قد لا يكون متعلم، كبير في السن، يعني عدة ظروف تحيط به. يجب أن نصل إلى هذا المستفيد إلى موقعه. الوزارة لن تنجح ولن ترتقي بمستواها المهني والأخلاقي والعملي حتى تصل إلى المستفيد، وحتى يصبح الضمان الاجتماعي يعني يصرف له وهو جالس في منزله أو ماكث في بيته آمن مطمئن وبعيد عن معاناة المراجعات وهذه الأمور. إضافة إلى ذلك، أنا يعني أؤكد على ما طرحه الزميل العزيز أحمد من أن بعض المبالغ قد التي تصرف قد تكون يعني محدودة، ويفترض أنها تكون أيضا ملائمة لظروف العصر الحالي من الغلاء في المعيشة وهكذا. جميل أستاذ، شكرا لك يا دكتورة. الشكر لك أيضا أستاذ يحيى. أستاذ ريان، يعني إذا بالإمكان أن نخرج بأهم النقاط التوعوية القانونية في هذا الجانب فيما يخص من يريد أن يتحايل في موضوع الضمان الاجتماعي. طبعا أهم النقاط اللي احنا نقدر نقولها أنه مهما الإنسان طالت لي المدة أو طال عليه الأمد في عملية الاحتيال أو عملية أخذ أموال الناس بالباطل، قد يكون أنه هنالك فترات طويلة بالنسبة له في الاستفادة من هذه المبالغ، لكن رح يأتي اليوم اللي يتم اكتشاف أمره ويتم اكتشاف الحيلة التي قام بها للحصول على هذه المبالغ والزامه بإرجائها، فقد يكون المبالغ اللي استلمها مبالغ بسيطة على فترات طويلة جدا، لكن راح تتراكم عليه الآن بشكل كبير، وراح يعني أيضا يلدم بالعقوبة الجنائية الرادعة اللي المفترض أن تكون عقوبة كبيرة، لأنه هذه أموال ليست فقط أموال دولة، هي أموال زكاة وأموال محتاجين وأموال أسر وعوائل كانت تنتظر هذه الرواتب بفارغ الصبر، وهنالك أسر ما زالت تنتظر دورها حتى أن هي تكون من المستفيدين من هذا الضمان الاجتماعي، وحرمت من هذا الضمان بسبب لجوء بعض الأشخاص أو لجوء بعض اللي نسميهم المحتالين للحصول هذه الضمانات وحرمان المستحقين الحقيقيين منها. فبالتالي التصحيح الذي المفترض أن هي تقوم به وزارة العمل هو بيكون رادع، وليس فقط الهدف فقط لإعادة هذه الأموال بقدر ما يكون هنالك أيضا عقوبة رادعة لكل من تسوي له نفسه بعد ذلك من القيام بنفس هذا العمل أو من قام بهذا العمل، حتى يكون يعني مثال رادع لكل من فكر بهذا الموضوع. نعم، أترك لك المساحة أخيرا أستاذ أحمد، تفضل. تعليق بسيط، أنا أعتقد أنه مع يعني ضرورة الحد من التلاعب أيضا أو ملاحقة المتلاعبين لا يعني أيضا التعسير على المستحقين، لابد أن يراعون، لابد أن يعطوا أولوية، عدم التأخير في مستحقاتهم. هؤلاء ربما حياتهم كلها واقف على هالضمان، فيعني تطالب الوزارة بالاهتمام بهم بشكل يليق، لأنه في النهاية هؤلاء محتاجين، وربما يعني بل يعني هذا أقل حقوق أو أقل واجب وطني وديني قبل ذلك، فأتمنى الاهتمام بهم وعدم التعسير عليهم مع ضرورة الملاحقة والحد من المتلاعبين. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ يحيى جابر كاتب صحفي كنت معي من أبها، شكرا جزيلا لتواجدك معنا اليوم. أيضا شكرا جزيلا لك الأستاذ ريان مفتي محامي ومستشار قانوني كنت معنا من جدة، يعطيك العافية. شكرا لك الأستاذ أحمد المسيند كاتب صحفي، يعطيك العافية. الله يعافيك.